بس هلا بننتقل لحلب ميسان لزميلتنا زينب مخلوف المتواجده بأزقة حلب وعم تلتقي بعائله سريانيه. خلينا ننتقل لزميلتنا زينب. يسعد صباحك زينب. صباح الخير نورة وميسان، صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية. نحن اليوم موجودين كوفد إعلامي بذكرى تحرير الانتصار وتحقيق الانتصار على يد الجيش العربي السوري خلال تغطيتنا للذكرى الثانية للانتصار بحلب. موجودين اليوم بحي السريان، وهذا الحي اللي تعرض لكثير من قذائف الهاون والإرهاب، لكن بفضل صمود هذا شعب هذا الحي والشعب الحلبي أكيد كان موجود السيدات والأهالي رديف للجيش العربي السوري. لكن هون التضحية كانت من نوع آخر. طبعا التضحية كانت من خلال سيدات كانوا يعملوا بالبيت. مرحبا، صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ يعني كنا عم نحكي عن حي السريان، هذا الحي اللي تعرض لقذائف هاون، لكن بالرغم من هيك كنتوا قاعدين هون ما تحركتوا. ما تركنا أبدا خلال كل الأزمة، ما تركنا ولا أي يوم. الحمد لله صارت الأمور أحسن والحمد لله مشكورة. أكيد يعني نحن اليوم جايين لعندكم زيارة هيك حلبية صبحية حلبية مدام نويل مصلي، يعني بما أنه هلأ جو أعياد عيد ميلاد كريسمس فنحن جايين نزوركم بالبيوت. مرحبا. أهلا وسهلا فيكي. مرحبا. أهلا وسهلا. عيد ميلاد مجيد. مجيد لك كمان. يعني كنا عم نحكي بالمقدمة إنه خلي المايك معك، كنا عم نحكي بالمقدمة قدي اليوم الشعب الحلبي يعني كل سنة عن سنة عم بيكون في فرحة لذكرى انتصار حلب وتحريرها من الإرهاب. خلينا نبدأ معك ميال، أنت جاية لعند نويل زيارة. جاي زيارة وبتشتغلي كمان أعمال. بنعرف بعض من المعارض. ودايماً بهالوقت وهالأزمة نحن اشتغلنا ما وقفنا. نساء حلب عن جد صامدات، حتى تحت القذائف كان عنا معارض وكان بجينا ناس. خليني بس أعرف عن اسمك ميجري قزازيان. أنت كمان مصممة أشغال يدوية، أعمال يدوية للأكسسوار، وأيضاً عندك يمكن أخصائية بالطاقة وأحجار كريمة. هلا رح نحكي عن كل هالمواضيع كمان بما أنه عيد ميلاد والناس كتير بتحب الزينة وهالقصص. وأكيد مدام نويلة مصلي اللي أكيد اللي عم تعملينا كتير من ديزرت أو حلويات عيد الميلاد بطريقة يدوية ومرتبة ويمكن أسعارها مناسبة لكل شرائح المجتمع. أنا منتجاتي كلها بيتوتية، شوكولا، مرصبان، عنبرية، معمول العيد، مربيات الحلبية، كله بيتوتي. طيب خلينا نحكي شوي، يعني عيد الميلاد له خصوصية هيدي السنة. طبعاً. خلينا نحكي عن هالخصوصية، كيف أنتوا رجعتوا على أجواء العالم رجعت كلها أغلبيتها على حلب، كيف صارت لمة الأهل الأحباب وهلأ عم شوف برا في كتير برد ومطر يعني. امبارح كان خلصنا آخر معرض، آخر يوم من معرض كشاف النبي الياس البازار، كان كتير حلو، في إقبال كتير من الناس وفي كتير ناس جاية من برات حلب تعيد أهاليها بحلب. ونشكر الله يعني سنة على سنة ونحن من أول الأزمة ما وقفنا. أكيد. بالمعارض وكل شيء. يعني تعرفوا بعضكم من البازارات؟ من البازارات تعرفتوا وصرتوا رفقة من البازارات. حلو كتير هذا الشيء. طب ميجري خلينا نحكي شوي عن الأكسسوار، شو المميز وشو الأحجار الكريمة اللي يعني في كتير ناس يمكن ما بتعرف الأحجار الكريمة إن كانت أصلية أو بتحط أي حجر يمكن ما بيناسبها. فخلينا نحكي شوي كمان عن هي القصة. ليش لا؟ هلا أنا أقول لك أول شيء شو دارسة مشان نوصل على الأحجار الكريمة. هلا دارسة أنا آثار، ومن وقت صغري كنت بحب أصمم أكسسوارات، كنت بفك كوليات ماما وكنت بطالعهم شيء ثاني. بعدين بعد ما درست الآثار دمجت الموديلات القديمة مع التقام مع شغلي، فطلع شيء مميز. هذا الشيء اللي خلاني أوصل لهالمرحلة. بعد ما خلصت الآثار اختصيت بالأحجار الكريمة، أخذت من جامعة جي آي إي شهادة مرخصة عن الأحجار الكريمة جيمولوجيست. على هالأساس دخلت الأحجار الكريمة بشغلي وبفيد للعالم، لأنه هذا كتير شيء دقيق ولازم كل العالم يعرف أنه
كيف لهم تأثيرهم عن جد على جسمهم، على حياتهم، على نفسيتهم، على كل شيء اللي عم نمر، لأنه له مادة تكوينية خاصة بيميز كمان الإنسان المكون، جسم الإنسان كمان مكون الحجر الكريم. يعني اليوم كمان خلينا نحكي مدام نويل، قدي دوركم اليوم كسيدات حلبيات بالرغم من الظروف اللي مرت فيها حلب بشعبها الصامد، ما وقفتوا، كنتوا عم تشتغلوا بازارات، كنتوا عم تحاولوا تعملوا شيء. قدي اليوم دور المرأة الحلبية كان مهم أيضا كرديف للجيش العربي السوري، كمجتمع مدني، كجو أيضا محبة وعائلة، كجو طاقة للشعب اللي موجود. طبعا نحن من بداية الأزمة المرأة الحلبية بلشت وقت وقف مثلا وقفت الأشغال، لأن أنا كنت موظفة بكان زمان الكارلتون، طبعا الكارلتون راح وقت بقيت بلا شغل بسبب ظروف أمي الله يرحمها، بلشت أعمل منتجات بالبيت، مربيات. هيك إجتك الفكرة؟ إجتني هالفكرة لأنه أنا والدتي مريضة كانت، ما بقدر أترك البيت، بدي وظيفة، يعني بدي شغل بقلب بيتي، وأنا متخصصة بهالشغلات. يعني هلأ حلو العيد، هلأ يمكن المعمول لكل العالم بتعرفه، بس شو الشيء العالم ما بتعرفه؟ هلأ هذا باتون سالي، باتون سالي بكمون، زعتر، منكهات. هي كل مرة عم بنزل أصناف جديدة. هي شو جديد؟ شو ابتكرتي؟ جبنة. هلأ هي الشوكولا بالبندو، حتى الشوكولا كلها أنا بعملها وبغلفها. شوكولا بالليكير، كرز، المرصبان. طب عنبرية. هي عنبرية الكرز. هي العنبرية بالعيد وقت بيجوا بيعايدوا منضيف عنبرية الكرز، هي مشهورة بس بحلب لأنه الوشنة بس من حلب مع المرصبان. يعني كتير حبيت حتى الزينة تبع الضيافة إنه فيها هدول كوكيز اللي عملتهم، هدول شغلي للعيد. هي الكوكيز كمان كوكيز. شوية يمكن خلينا نشوفها على الكاميرا حتى فيها. لا بدك تقلبيها. هيك يمكن عم شوف شغلات. هاي الشجرة. هاي الشجرة وهي الجرس. هاي جرس. حلو انك كمان تتفنني بالحلو وهالقصص. طيب خلينا نحكي كمان ميغري، عم نحكي كنا على الاحجار الكريمة، خط موضة الاحجار الكريمة وخاصة انه فيها فن، فيها رسم. خلينا نحكي شيء من القطع اللي انت كمان جايبتي، عم بشوف انه جايبه كثير قطع مميزه. اكسسوارز. وخلينا كمان ان نشوف البازارات شو قدمت لك كسيده عم تحاولي انك يمكن تعملي خط موضه لحالك او اسم بمجال تصميم الاكسسوار. اكيد هذا الشيء كثير خلاني، خاصه وقت الحرب. هلا صار لي انا 11 سنه بهالمهنه، وقت كنت صغير بلشت لانه كتير ساعدتني المعارض، أخذ اسم، أوصل لمحل، وحتى اشتركت مع غرفة صناعة دمشق فتانا المحافظات، رحت معهم اشتركت معهم، كتير كان هذا فرصة وتجربة كتير حلوة، قدمت لي كتير شغلات. وحتى هون بحلب وقت مثل ما قلت لك الحرب والقذائف، عن جد غرفة تجارة وصناعة نساء حلب عملوا معارض عن جد أبدعنا فيه بكل معنى الكلمة يعني. وهذا كتير كان مجال حلو إنه مرة يكون هيك دخل صغير ولو كان بسيط له مدخوله الخاص. أكيد خاصة أنه بتحسي يمكن بفرحة إنه أنت عم تنتجي شيء وتاخدي بدل تعبك، خلينا نقول الناس تنبسط فيه. خلينا نحكي عن شيء قطعة مميزة حابة تحكي عنها اليوم، خلينا نحكي عنها. أكيد. هلأ أنا مخصصة عن كل شيء جمالية، مختص بجمالية المرأة. مثلا بلش عنا الحلاق، هلأ آخر موضة هاي أنا افتكرتها مع ريش. مثلا هذا كله آخر شغول. شغل يدوي كله شغل. كله شغل إيد، هون كله شغل إيد على الطاولة. هذا ناخذ اللباد من قصة منعطيه شكل ومنحط الخرزات ومنصممها. بعدين منحط يا شراشيب يا رياش. هلا انا هاي مثلا كان قطعه بلاستيك عادي. اوكي. انا قمت قصيت على شكل بليزر بجي جهاز ليزر بتقصي، وحطيت ريبون، وهذا كان كوليه قديم حلو قمت لزقت عليه مشان ما يحسس. مثلا في نسوان ما فيهم يحطوا يلبسوا الاكسسوار، فحطيت الريبون. مثلا في عنا القبة كتير، هذا كمان اشتغلنا فيه. هاي كتير يمكن في كتير من اللي بيحبوا اللبس الكلاسيكي بيحبوا يلبسوها. صح كتير عملي كمان وعملية. عن جد تعطي حركة لأي قطعة. صح
وفي عندي هلا جديد دخلنا هالصيفيه عروق شعر كمان عم بشتغل منه. هي عم نشوفها لكل هالعصبيه عم تتحضر لاي مناسبه او عرسه يعني. صح. كمان كثير شيء ناعم وحلو يعني شغل يدوي بضل قطعه عندها. صح. هذا كثير اشتغلنا منه كمان هالسنه كثير كمان موضه بس بدهم شغل. قد ايه بتاخذ معك القطعه وقت؟ هلا حسب القطعه، في قطعه مثلا في اجت عروس بدها مترين اخذ شيء اسبوع لانه كل وحده وحده بدك تلفي على الخيط وكله خيط حديد صعب شوي شغله. مثلا هاي عامله كبوند كمان لعروس. في عندي مدخله مثلا على الاحجار الكريمه اذا بدنا نحكي مدخله هاي شيء يعني تحفه اثريه ومدخله مثلا عليه حجر من ستون. قد ايه هي يمكن الخطوط الشرقيه مع يمكن خلينا نحكي مع دمجه مع الموضه والمودرن، قد ايه لها كثير كمان هيك بصمه لك مينغريه وخاصه عند الناس السياح؟ اكيد هذا الشيء كثير بحس فيه. كل معرض ذاتي بصير هيك فرصه مثلا يجوا السواح يشتروا من عندي لانه قطعي بيحكي عن تراث. نعم. هذا اهم شيء. بدهم شيء ياخذوه هديه كادو انه يحكي عن تراث السوري، يحكي عن التراث العربي الاصيل يعني اللي عنا، عن جد ما في هالشيء برات البلد، واكيد لي بصمتي يعني على كل اشغالي. نويلة حضرتك ساكنه بهذا الحي، حي السريان، خلينا نحكي عن اصعب المواقف، يعني كسيده حلبيه عشتي فيها وعندك عائله، خلينا نحكي عن اصعب المواقف اللي مرت على هالحي ما بتنسيها، واحلى موقف تذكريه اليوم بذكرى الانتصار، يعني احنا هلا جايين عم ندردش عنكم عم نشوف كان المنتجات اللي انتم عم تشتغلوها وهذا الشيء كثير منيح كعطاء مرأة سورية، لكن خلينا نحكي شو مر عليكم ايضا. اصعب موقف نهار تصوبت، خلينا نحط المايك. نهار تصوبت اختي هي وطالعه من البنك يوم الانتخابات ودقوا لي انه اختك مصابه، بس انا ما قدرت انزل لانه كانت القذايف مثل الشتاء، بس نشكر الله الله نجاها. وهي كانت تقول قبل كم يوم انه انا بدي انتخب الرئيس بالدم، وحقيقة هي انتخبته بالدم، بس نشكر الله فدى الرئيس. كانت على كل الحلبيين. ما قدرنا ننزل على المستشفى. واحلى موقف انه نحن يوم رحت شاركت معرض دمشق الدولي وقابلت السيدة الأولى ويلي بتمنى لها الشفاء من كل قلبي. أكيد كلنا هيك الشفاء. أكيد لكن كان يمكن معرض دمشق الدولي هو معرض كمان كنا نحكي عنه كانتصار لسوريا إن كان اقتصاديا وإن كان على الإرهاب، فهذا كان أكبر دليل بمشاركة السوريين من كل المحافظات. نويل شو أكتر شيء بينطلب منك بالبازارات أو حتى كمنتجات، وإمتى أكتر وقت هيك بصير في عجقة يمكن على؟ هلا أنا بالعياد وصرت خلال السنة دايما في تواصي بالبيت، عندي صفحة على النت بيتواصلوا معي على طريقة مربيات. هلا أنا صرت مشهورة أكثر شيء بالمربيات، بالعنبرية، بالشراب الليمون البيتوتي كله بيتوتي، الشوكولاتات. طب انا اذا مثلا انا بدي اكل شيء او ذوق شيء من تبع خاص من تبع عيد ميلاد، فانا شو لازم ذوق؟ هلا في الشوكولا هو الشيء المميز. يعني انا ذوق شوكولا هلا ضيفتونا. طيب ميرسي. في العنبريه هلا انا حابه انه ذوق العنبريه وخاصه انه خاصة بعيد الميلاد وهي بس بحلب. خلينا نحكي ميغري لبين ما ندوق العنبرية كمان عن أي شيء فينا نفيد فيه الصبايا بإعادة التدوير. هلأ يمكن كثير من الصبايا عندهم قطع أكسسوار يمكن خربانة، فكيف يعني يستفيدوا منها؟ في طريقة معينة بتحبي تقولي لهم إياها؟ أكيد. هلأ كل صبية أولا لازم تكون عندها بانس، يعني هاي مشان فيها تطلع مثل ما انت تعملها اعاده تدوير. هذا الفانس عن جد كثير عملي، واذا صار اي شيء فيك تصلحيه بدقيقتها، مثلا اذا فلت او شيء، مثلا اذا عندك كوليه قديم ما عم تستخدمي او رايح لونه كثير مثلا ذهبي بيجبر لونه كثير، فيكي تدهنيه بالمناكير لون الذهبي او الفضي، هاي بيعمل كمان إعادة تدوير للجنزير. أوكي. فيك تصممي من أي جنزير، من أي كولية، سوارة، حلق. هلأ مثلا هاي فيني أعمل خاتم، يعني فينا نستفيد من كل شيء ما نكب شيء. أكيد ما لازم نكب،
هذا أكيد. أول قاعدة يعني خاصة إذا قطعة منحبها. ميجري أنت قعدتي بحلب وقت الظروف الصعبة صحيح؟ صح صح. كمان احكي لنا كسيدة حلبية اليوم شو علمتك هي الظروف وقت حقق الجيش العربي السوري هالانتصار؟ يعني نحن اليوم بالذكرى الثانية، مرقت أول سنة اليوم ثاني سنة، شو تغير؟ شو حسيت؟ وكيف العيد، أجواء عيد الميلاد هالسنة؟ كيف عم تشوفي السيدة الحلبية خاصة أنتوا اللي بلشتوا بالبازارات وبالمنتجات اللي شجعتوا على هي المشاريع الحلوة، كيف عم تشوفيها هي السنة؟ هي السنة كتير حسيت بالفرق عن جد، نحن جبارين كل المعنى الكلمة، عن جد نشكر للجيش السوري اللي كمان رجعنا مثل أيام قبل. أنا صار لي عن ساكنة باللاتقية مثل ما بتعرفي، بس دايما عندي زيارة لحلب، كلهم هون، أهلي هون، كل ما بجي كل ما بحس تطور أكتر. يعني شهر شهر ونص، يعني معقول يفتح كل المحلات؟ عن جد نزلت على السوق استغربت، يعني حتى فوق بينايات مهدومة هن فاتحين تحت، عندهم إرادة قوة بالحياة، غير عندهم إرادة شكل. حياة رهيبة عن جد يعني. يعني نحن شفناها من هديك السنة وهي السنة كمان خلال جولتنا بحلب، الشعب الحلبي شعب هني جدا وصامد وجبار مثل ما قلتي. هلا بدك تضيفينا العنبرية؟ العنبرية هي التالية عند الحلبية، اللي هي كرز مع المرصبان. مع المرصبان هي نحن عم ناكل. يعني نحن هلا طبعا من حلب بدنا نقول صباح الخير لكل طبعا المشاهدين، وايضا لزميلاتي باستوديو صباح نغير. عم نشرب شراب عيد الميلاد، وايضا يعني عم نحاول نكون بين الشعب الحلبي ببيته ونرصد تفاصيله. انا رح توقع اول شيء كيسنا وانتو سالمين، ان شاء الله عيد ميلاد مجيد كثير طيبه. أمين. ان شاء الله عيد ميلاد مجيد عليكم. أمين. واكيد بدنا نقول ان شاء الله بلدنا يضل بالف خير. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله هيك يضل السيده الحلبيه والشعب الحلبي بهي الهمه لترجع حلب يوم بعد يوم احلى واحلى واحلى. انا بدي اشكركم اكيد على استضافتكم بهالبيت، حاولنا نطل يعني من بيت حلبي في سيدات عم ينتجوا شيء، كانوا من خلال يمكن الظروف الصعبه اللي مرقت فيها حلب وسوريا بشكل عام وتحديناها، واليوم نحن عم نجتمع من كل المحافظات بنفس البيت مثل ما كل السوريين دائما كانوا. وشكرا لاستضافتكم لنا، وان شاء الله عيد ميلاد مجيد. اكيد نورة وميسان كنا ببيت احدى السيدات يا مدام نويل المصلي، وكانت معنا ميجري قزازيان. هن سيدات اشتغلوا بالاعمال اليدويه واشتركوا ببازارات خيريه. حاولنا نرصد تفاصيل يمكن هيك الحلوه كثير والقريبه من كل بيت حلبي. يمكن زينب نحن نور ميسان ورح نطلعكم على كل تفصيل وأجواء الفرح والنصر اللي عم تعيشها حلب اليوم من خلال تغطياتنا بالذكرى الثانية للانتصار، وأيضا الوفد الإعلامي الموجود معنا. بدنا نرجع لكم ميسان ونور. أكيد بدنا نشكرك زميلتنا زينب مخلوف من حلب من خلال تغطيتنا لانتصار حلب بالذكرى الثانية. بدنا نوجه تحية للجيش العربي السوري، لكل الفريق الإعلامي ولمحطاتنا الوطنية اللي عم تواكب هيدا الإنجاز والانتصار اليوم يمكن أو هي السنة. ميسان سوريا عم تعيش تفاصيل الأعياد وعم تلبس ثوب الأعياد بفرحة أكبر وببهجة أكبر، عم تعم جميع البيوت والمحافظات السورية. الحمد لله. أكيد كمان تحيتنا لأهالي حلب يلي هن كتير صمدوا خلال الفترات والسنوات الماضية، والحمد لله أنه حلب تم تعافيها بشكل سريع نور. يعني رصدنا السنة الماضية ذكرى الانتصار الأولى، واليوم ذكرى الانتصار الثانية، شفنا حلب بحلة لسه أجمل وأجمل عما كانت عليه. فتحيتنا لهم واكيد لزملائنا، ومستمرين بالايام القادمه معهم كل يوم ان شاء الله بتغطيه. يمكن ميسان عم نشوف نموذج للمراه السوريه مو فقط بحلب، بجميع المحافظات السوريه اللي حاولت خلال ظروف الحرب تكون معيله لعائلتها ولزوجها. صحيح. وعم تعمل مشاريع صغيره من افكار جدا بسيطه، ففعلا تحيه. صحيح. كمان للمراه السوريه المبدعه. نعم هلا